مشاهدينا الكرام، تداول مغردون على تويتر مقطع فيديو لقرد يتجول في حي المصيف شمال مدينة الرياض. أظهرت المقاطع القرد وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات وسط مطالبات بالسيطرة عليه خشية تسبب في الأذى لسكان الحي أو ممتلكاتهم. نشاهد. بعد ما شفنا هذه المشاهد، إن شاء الله في هذا الوقت نكون الجهات سواء من البلديات أو الأمانة أو الجهات المختصة إن شاء الله نجحت في أنها تكون مسكت هذا القرد، وبالتأكيد إن شاء الله أنه ما في أضرار بإذن الله. عبد العزيز، وبدورها أمانة منطقة الرياض غردت في تويتر وتطالب بتزويدها بالتفاصيل والحي والمكان حتى بإذن الله أنه ما يكون في أضرار لممتلكات الجميع أو حتى الأشخاص. من هذا المقطع محمد إلى مقطعنا القادم، حيث تحتفظ قرية أصفينا بأثار